ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية من الرياض دكتور عادل الطريفي وزير الإعلام السعودي. نرحب بك معنا دكتور عادل. أهلا بكم. البعض ينظر إلى مثل هذه التغييرات في المملكة العربية السعودية على أنها تغير في آليات الإدارة في الشأن الداخلي والشأن الخارجي للمملكة العربية السعودية. كيف يمكن تقييم هذه التغييرات؟ بداية هي قرارات واختيارات موفقة وحكيمة من سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وهو رمز من رموز مكافحة الإرهاب ومن رموز أيضا تعزيز الأمن والسلم ليس في السعودية وحدها بل في العالم، وأيضا اختيار لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع، وهو الذي سخر وقته وجهده للذود عن الوطن ورفع مستوى القوات المسلحة لا سيما خلال التحالف الدولي لإنقاذ اليمن مؤخرا. البعض، وأنا طرحت السؤال على الدكتور فهد قبل قليل دكتور عادل، البعض نظر إلى مسألة حضرتك أشرت لما يحصل في اليمن، نظر لعاصفة الحزم أنه الإنجاز الأكبر الذي يمكن أن يكون تحقق هو هذا الالتفاف العالمي حول القرار السعودي الذي أدى في نهاية المطاف إلى عزل إيران بسياستها النفوذية والاحتلالية في لبعض المناطق في بعض الدول في العالم العربي. بتقييمك هل هذه السياسة مستمرة بنفس الاتجاه؟ هل هذه التغييرات لتعزيز هذه السياسة؟ هذا صحيح بالطبع. طبعا التغييرات الأخيرة في المملكة العربية السعودية جاءت للحفاظ على واحدة من السمات التي تتمتع بها، وهي سمة الأمن والاستقرار والحفاظ على المصالح العربية والإسلامية وتحقيق التوازن في المنطقة. وهذه القرارات أيضا تعبر عن رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الملك سلمان بن عبد العزيز في رؤيته لإرساء الاستقرار في المنطقة والدفع باتجاه ألا تكون هناك دول تتداخل في مصالح دول عربية شقيقة، وألا تكون هناك دول منفردة بقرارات تؤثر على المصالح العربية وتؤثر على مصالح تلك الشعوب والبلدان. دكتور عادل، كانت ينظر لسياسة المملكة العربية السعودية، وأنا أشرت إلى أنه تغيير في آليات الإدارة، سياسة المملكة العربية السعودية كانت واضحة يعني منذ الأجداد حتى الأحفاد، هي السعي وراء تحقيق الأهداف بدبلوماسية شديدة، الأهداف التي تتفق مع رؤية السعودية ومع رؤية أصحاب الدول المجاورة الدول العربية والدول الإقليمية والدول العربية على رأسها. يعني هل مثل هذه التغييرات يمكن أن تغير في هذه السياسة، لأنه في شباب كثر ممكن أن تكون ربما أكثر جرأة أكثر حزما أكثر اندفاعا كما يعتقد البعض؟ طبعا السياسة الخارجية لأي بلد تعتمد على مبادئ ثابتة وعلى مصالح متغيرة. المبادئ الثابتة فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية هي ذاتها لم تتغير، ولكن الأسلوب والطريقة هذا من يعني أمر يتغير بطبيعة الحال ويتطور، والذي شاهدناه في السعودية خلال الشهور الأخيرة بقيادة الملك سلمان هو التغير نحن الأفضل ومحاولة التأثير الإيجابي على المنطقة. وأؤكد أن هذا هو استمرار لنهج الدولة السعودية الحكيمة السابق فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وإرساء أسس الاستقرار، وهي أيضا تتعلق بسياسة داخلية داخل السعودية، وهي الرغبة في ترتيب بيت الحكم ليكون مواكبا لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأيضا لما تحتاجه السعودية من تغيير يدفع بعجلة التنمية ويحقق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير لرعاية كيان الدولة ومستقبلها وضمان الاستمرار الأسس التي قامت عليها والثوابت التي قامت عليها. هل هذا يشمل التغيرات اللي حصلت في الوزارات وتغيير النواب أيضا داخل الوزارات؟ هل هو لتحقيق هذه الرؤية للوصول نحو الهدف النهائي من هذه الرؤية؟ طبعا
طبعا التعيينات الجديدة في الحقائب الوزارية وغيرها هي جزء من لا يتجزأ من عملية التطوير المستمر داخل المملكة العربية السعودية. طبعا أوامر سيدي الملك سلمان حفظه الله تؤكد أن التعيينات هي الكفاءات الوطنية في أجهزة ووزارة الدولة القادرة على تحقيق الرؤية أولا، والتي تسعى أيضا من جانب آخر في إيجاد ما يخدم البلاد وما يخدم الشعب وما ينعكس على الوطن والمواطن في تحقيق الرؤية والمساهمة في تلبية الاحتياجات للبلد، والتي تتجدد عاما إثر عام بواقع أن البلد تنمو وبواقع أن المجتمع ينمو وأن المواطن السعودي يتغير وأن هناك تطلبات تنموية واقتصادية تتجدد كل حين بين الفترة والأخرى. فهذه التعيينات تثبت بأن القيادة راغبة ومتطلعة دائما إلى أن يكون هناك كفاءات تخدم الوطن، كما كانت هناك كفاءات بالمناسبة خدمت الوطن بالسابق من أصحاب السمو الملكي وأيضا من معالي الوزراء السابقين الذين خدموا البلاد بكفاءة كبيرة جدا، ولكن أيضا إتاحت الفرصة لكفاءات أيضا شابة وجديدة بإمكانها أن تساهم في تلك الوزارات وأن تساهم في تلك الهيئات. نعم دكتور عادل، هل هناك أي دلالات خاصة لهذه التغييرات في المملكة العربية السعودية في ظل الأجواء الصعبة على المستويين الاقتصادي وعلى المستوى السياسي والاضطرابات اللي بتحصل كلها في العالم العربي وعلى مستوى العالم اقتصاديا؟ على المستوى الاقتصادي لا شك أنه الاقتصاد العالمي مر بتحولات خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع انخفاض أسعار البترول ومع حدوث إشكالات إقليمية كبيرة للغاية. المراد في من خلال هذه القرارات هو تحقيق التوازن فيما يتعلق بالتنمية وتركيز على أن يكون إيجاد الرخاء الاقتصادي بالإضافة إلى الأمن وتعزيز اللحمة الوطنية أن تكون هي العناصر الأساسية في السياسة السعودية، والمواطن يتلقى هذا الأثر الإيجابي داخل السعودية. ولا يخفى أيضا على الجميع التحديات موجودة ومستمرة، ولكن ما تم تشكيله خلال الفترة الماضية لا سيما بعد إنشاء مجلس سياسي وأمني معني بالمسائل السياسية والأمنية ويتابع تلك الملفات أولا بأول ويرفع توصياته، وكذلك إنشاء مجلس اقتصادي وتنموي يجتمع كل أسبوع مرة أو مرتين لمناقشة المشكلات الاقتصادية، ليس فقط من أسبوع إلى أسبوع أو من شهر إلى شهر، بل لمناقشتها بشكل يوم ومشاركة الوزراء في المناقشة على آليات لحل تلك المشكلات بشكل سريع ودون المرور بالعقبات البيروقراطية. شهدنا ربما خلال الأسابيع الماضية حتى تغييرات في بنية بعض الهيئات وبنية بعض الوزارات كان القصد منها إحداث التغيير المطلوب حتى لا تمر تلك التغييرات بالعوائق الطبيعية التي تمر بها التغييرات في الحكومات، وهي عوائق بطبيعة الحال بيروقراطية وطويلة وتأخذ وقت طويل، لكن بفضل إنشاء هذين المجلسين بقرار من السيد الملك سلمان أصبح هناك ديناميكية في أداء الحكومة مشهود وقوي، وأثار الإيجابية وانعكاساتها على الخدمات للمواطن ستكون كبيرة جدا خلال المرحلة المقبلة. دكتور عادل الطريفي وزير الإعلام السعودي ضيفي من الرياض، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.